السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الفرد الأول للدورة الثانية ديال تعبير كتابي مستوى ثاني ابتدائي. إذن على بركة الله أصنف الكلمات التالية في الجدول. عندنا الجدول فيه القرية فيه المدينة. إذن نشوف الكلمات اللي عندها علاقة بالمدينة، كلمات اللي عندها علاقة بالقرية. سينما تكون في المدينة، مقهى كذلك في المدينة، حقول تكون في القرية، مستشفى في المدينة، عمارات يكون في المدينة، مستوصف كذلك، حظيرة تكون في القرية، حظيرة هي المكان الذي تعيش فيه البهائم، نهر يكون في القرية، دار الشباب تكون في المدينة، الهواء النقي يكون في القرية لأن هواء المدينة ملوث. بالنسبة للتمرين الثاني، أحدد موقع المكتبة، أين توجد المكتبة؟ إذن المكتبة هنا، إذن توجد المكتبة في شارع السلام قرب الصيدلية، اكتبوها. إذن توجد المكتبة في شارع السلام بجانبي ولا قرب الصيدلية ولا حسب التعبير اللي اخترته. نعم، أضيف الهمزة المناسبة مكان النقط. جائزة، جائزة كاين الكسرة، إذن تكتب على الياء واللي يقولون سكون، الكسرة كتغلب السكون. مؤذن فوق منها فتحة ولكن قبل منها كاين ضمة، والضمة كتغلب الفتحة. مؤذن تكتب على الواو. نعم، رأس عليها سكون ولكن قبل منها فتحة، إذن تكتب على الألف لأن الفتحة كتغلب السكون. نعم، بدأ قبل منها فتحة وفوق منها فتحة، إذن بينا دفء قبل منها كاين سكون، إذن تكتب على السطر، وتكتب على السطر لأنها ألف لأن الهمزة جات متطرفة. نعم، أضيف التاء المناسبة مكان النقط. نعم، مدرسة، أكلت، بنت، ممحاة، عمارة. هنا غنشوف واش تاء مبسوطة ولا تاء مربوطة. تاء مربوطة هو ملي غنديرو السكون على الكلمة، الكلمة ملي كيكون عليها السكون واش كتنطق هاء ولا كتنطق تاء. مثلا مدرسة إذا درنا لها السكون تولي مدرسة، يعني تنطق هاء يعني هي مربوطة. أكلت كنقولو أكلت، أكلت يعني نطقات تاء إذا فهي مبسوطة. بنت كنقولو بنت مبسوطة. ممحاة كنقولو ممحاه إذا فهي مربوطة. عمارات، عمارات إذا فهي مبسوطة. بالنسبة للإملاء، أكتب ما يمليه علي أستاذي. هنا هذا جملة من اختيار الأستاذ، هذا يعطيكم الإملاء ديالها. إذن إلى هنا آتي إلى نهاية هذا الفيديو، أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.